ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها الخليل والجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية وعشائر ومؤسسات المحافظة حفاظا على السلم الأهلي، نظم هذا الاجتماع للمجلس التنفيذي لمحافظة الخليل، والذي ناقش آخر المستجدات والقضايا التي تهم المواطنين. تم الحديث كيف نعمل كمنظومة وظيفية وطنية متكاملة بين ممثلين المؤسسة المدنية وممثلين المؤسسة الأمنية للخروج بنهج موحد في دعم المشروع الوطني الفلسطيني ودعم المواطن الفلسطيني في الصمود على أرضه. أن السلم الأهلي هو جزء من صمود أهلنا، وهذا مجمع عليه من كافة القطاعات. الخروج عن القانون هو خروج عن المنظومة الوطنية. هذا الاجتماع ضم عشرات المؤسسات الحكومية والأمنية، حيث نقلت كل مؤسسة رسائل من المواطنين تتعلق بالوصول إلى أفضل الحلول للحفاظ على الأمن والأمان. هذا الاجتماع يعني يكتسب أهمية خاصة، خصوصا يأتي بعد انقطاع طويل لاجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الخليل. يعني التقى مدراء المؤسسات الكافة في محافظة الخليل، ناقشوا العديد من القضايا، خصوصا يعني الوضع الأمني اللي بتمر في المحافظة والصعوبات اللي بتواجهها الأجهزة الأمنية في ضبط وفرض الأمن والنظام، إضافة يعني للكثير من القضايا والعديد من الأمور وأهمية التنسيق بين مدراء المؤسسات والتكاملية بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الحكومية من أجل إيصال رسالة يعني السلطة الوطنية الفلسطينية للمواطن والبقاء على تواصل مستمر مع المواطنين. هو اجتماع دوري تنظمه محافظة الخليل، ويأتي هذه المرة بعد انقطاع لفترة طويلة، ويكتسب أهميته كونه حلقة وصل ما بين المواطنين والمؤسسات والأجهزة الأمنية والمدنية. من الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.